وتنضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان زميلتنا داما الكردي. داما صباحك إن شاء الله بكل خير. لو تجملي لنا الأوضاع عموما ومع يعني تيسير الإجراءات، تخفيف الإجراءات المشددة من قبل الحكومة الأردنية، كيف كان تعامل المواطنين حسب الإجراءات الاحترازية طبعا؟ صباح الخير داليا. بالفعل تم تخفيف الإجراءات الاحترازية على المواطنين، تم السماح لهم بالتسوق للمواد الغذائية التموينية الأساسية أمس مشيا على الأقدام، وفتح المحلات والبقالات الصغيرة في الأحياء. كانت هناك في بعض الأحياء انتظام ما بين المواطنين، التباعد، التقيد بإجراءات السلامة العامة التي أعلنتها الحكومة. كان هناك تقيد من بعض المحال التجارية أيضا بعدم الاكتظاظ والتكدس للمواطنين داخل المحال التجارية، تنظيم المواطنين وأيضا توفير لهم إجراءات التعقيم والسلامة العامة. طيب، هل السلطات راضية داما عن هذا السلوك من قبل المواطنين، وبالتالي هل هناك نية لمد هذه السيولة وهذه المرونة في الإجراءات؟ على ما يبدو وبحسب تصريحات وزير الدولة لشؤون الإعلام أمس بأن هناك رضا إلى حد ما عن السلوك وعن التقيد بالإجراءات، ولكن كان هناك أيضا خطاب من وزير الدولة للمواطنين بأنه عدم التقيد، الاكتظاظ، أيضا تكديس المواد التموينية سيكون له أثر سلبي. كما أشار إلى التهافت الذي جرى يوم توزيع الخبز، وكانت العبارات صريحة، المؤشر خطير، ارتفاع الأعداد والاكتظاظ الذي حصل في ذلك اليوم سيكون له انعكاس سلبي وسنلمسه خلال الأيام القادمة، ما يعني بأن ارتفاع الأعداد أمس وقبل أمس أيضا سيكون له مؤشر خطير خلال الأيام القادمة بمزيد، قد ينذر بمزيد من ارتفاع أعداد المصابين، الأمر الذي سيمد من حظر التجول. وهناك نظر كما ذكرتي داليا بمد أيضا إجازة المدارس والقطاع العام والخاص. الملك عبد الله الثاني أمس اطلع على آخر الإجراءات وشدد على توفير المواد التموينية، على توفير مواد وأجهزة الفحص، وأيضا على دراسة التبعات الاقتصادية لهذه الإجازة أو هذا حظر التجوال على المواطنين وتعطيل القطاع العام والقطاع الخاص. ولكن الأولوية لصحة المواطن الأردني ولمحاربة فيروس كورونا قبل التبعات الاقتصادية وتداعيات على الاقتصاد الأردني خلال الأيام القادمة. إن شاء الله كل السلامة للجميع. داما مراسلتنا من عمان داما الكردي، شكرا جزيلا داما.